مرحبا بكم. بعد ما دعا السيد حمد المدب لجنة الحكماء للاجتماع من أجل إيجاد رئيس جديد للترجي الرياضي التونسي في الجلسة العامة اللي عقدها الترجي في الأسبوع الفارط، اجتمعت اليوم لجنة الحكماء يترأسها السيد حمد المدب في نزل الحديقة الخاص بالفريق، وأسفر الاجتماع على القرار. رسمي وعاجل مواصلة السيد حمد المدب ترأسه لفريق الترجي الرياضي التونسي إلى حين إيجاد يعني حلول جذرية لضمان استقرار الفريق والمحافظة على المكاسب اللي عملها الفريق خلال السنوات الأخيرة. السيد حمد المدب مش يواصل ترأسه للترجي الرياضي التونسي إلى حين إيجاد حل جذري يخلي الترجي في السكة الصحيحة، يخلي الترجي تواصل في المسار اللي بناه السيد حمد المدب، الرؤساء اللي داولوا على الترجي الرياضي التونسي، لأنه ما يخفاش عليكم أنه الظرف الاقتصادي في بلادنا صعيب وصعيب برشا. مستحيل تلقى شخص في الظروف هذه في الوضع هذا ينجم يشد ولا يترأس الترجي الرياضي التونسي. الترجي مش أي فريق في تونس، مش أي مسؤول ينجم يترأس الترجي الرياضي التونسي، لذلك وجب المحافظة على هذا الكيان العظيم. وبالتالي السيد حمد المدب مش واصل مهامه كرئيس للترجي الرياضي التونسي، ولكن في نفس الوقت البحث على إيجاد حلول، وأهم حل نعتبره شخصيا وهو معناه تغيير القوانين المنظمة للرياضة في تونس، قانون الجمعيات اللي مازال يعني في رفوف وزارة الشباب والرياضة. إن شاء الله القانون هذا يرى النور قريبا، لأنه قانون باش ينفع الجمعيات الرياضية، لأنه قانون الجمعيات هو الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من الجمعيات التونسية وما تبقى من الرياضة التونسية عامة. المسؤولين وجب عليهم التحرك، لأنه بصراحة وصلنا الوضع راه وضع خايب برشا، يعني نحكي على الجمعيات الكل تقريبا دون استثناء تمر بصعوبات اقتصادية، صعوبات يعني في التسيير، ما عادش تلقى رئيس ولا إنسان يتطوع باش يترأس جمعية صغيرة ولا كبيرة، كانت بسبب الظروف الصعبة، الظروف الاقتصادية كما قلت لكم بكري في الدرجة الأولى، وكذلك المشاكل المتعددة في كرة القدم التونسية. إذن السيد حمد المدب مش واصل ترأسه لفريق الترجي الرياضي التونسي إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. حكينا في فيديو سابق على الاسم الأكثر تداولا والاسم المطروح بقوة لرئاسة الترجي ولخلافة حمد المدب، وهو الشخص اللي يعني أجمع عليه كل المكشخين تقريبا، وهو السيد طارق بوشماوي. لكن السيد طارق بوشماوي في الوقت الحالي ما ينجمش يكون رئيس الترجي، لأنه عنده مشاغله يعني خارج تونس، وهو أصلا يعيش خارج تونس، يعيش في مصر، بالتالي لن يتمكن من تسيير الجمعية، يعني من التسيير اليومي للجمعية، لن يتمكن من يعني ترأس الترجي الرياضي التونسي. إذن لجنة الحكماء يعني خرجت بلاغ، يعني هبط في الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي، دعات أحباء الترجي وأي إنسان عنده يعني حب للترجي باش يدعم الفريق نتاعه. وأنا من المنبر هذا نحب نوجه زادة كلمة لجماهير الترجي الرياضي التونسي، لازمنا الناس كل نكونوا مع بعضنا، نكونوا مع فريقنا بالكلمة الباهية، نصبروا على النتائج الرياضية. النتائج الرياضية راهي ماهيش مش تحدد يعني مصير نادي، ولكن أهم شيء بالنسبة لي وهو استمرارية الفريق، خاصة من الناحية المادية والناحية التسييرية، لأنه الأمور الرياضية الأخرى والنتائج الرياضية تجيب مرور الوقت. ماناش باش نربح البطولات الكل، ولكن علينا الآن المحافظة على الفريق اللي هي أهم نقطة وأهم شيء. والحمد لله أنه السيد حمد المدب مش واصل ترأسه للترجي الرياضي التونسي، ولكن لازمنا نلقاو حل جذري باش الترجي ما تقف على حتى شخص مهما كان اسمه. الترجي برجالها يحاربوا على جالها، واحنا الترجي كذلك، والترجي يا دولة حبة من حبة وكره من كره. الناس اللي تستنى في سقوط الترجي هذا حلم مستحيل انكم تصلوها. الترجي الرياضي التونسي ديما شامخة وقائمة برجالها وبجماهيرها وبمسؤوليها وبلاعبيها. ان شاء الله ان شاء الله الان التركيز باش يكون يعني على المباريات القادمة، البطولة الوطنية ورابطة الأبطال الإفريقية.